طيب ندخل على العقيدة السفارينية، ندخل على العقيدة السفارينية ومسألة الاعتقاد من أهمية بمكان، نسأل الله تعالى أن ينسل لنا إتمامه. احنا انتهينا من قول المصنف ويفسق المذنب بالكبيرة كذا إذا أصر بالصغيرة، وهذه فصلنا القول فيها وفرقنا بين الصغيرة وبين الكبيرة كما فرق الشرع بينا بذلك، وقلنا بأن الجماهير على أن الفسق يكون بالمجاهرة. شوف انظر، لابد أن تعرف هذا التقييد، الفسق يكون بالمجاهرة، يعني المجاهرة بالكبيرة، قالوا الإصرار أيضا مع المجاهرة والإصرار على الصغيرة، وهذا كلام الصحيح فيه أنه لا يكون فاسقا إلا إذا جاهر بالكبيرة، لكن الصغيرة وإن أصر عليها لا تكون كبيرة، إلا إذا عرف بالقرائن أنه يستهين، وهذا أمر يعصر على الإنسان أن يثبته، لأن الاستهانة هنا استهانة قلب، واستهانة القلب هي الكبيرة، استهانة القلب هي الكبيرة، فإن حفت القرائن وثبت الاستهانة يفسق بذلك، وإلا فلا يفسق بالصغائر. كيف يفسق بالصغائر وقد قال الرجل أتيت منها ما أتى الرجل من امرأته، كل شيء ما أتى الرجل من امرأته غير أني لم أطأ. فقال له توضأت وأسبغت الوضوء؟ قال نعم. قال صليت؟ قال نعم. قال اذهب قد غفر الله لك. وقرأ عليه قول الله تعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. نعم. قال لا يخرج المرء من الإيمان بموبقات الذنب والعصيان، فلا يخرج المرء من الإيمان قال بموبقات الذنب والعصيان، فهو يبقى على الإيمان ولو أتى بالموبقات المهلكات عن الكبائر، وكأنه يبين ويجلي لنا عقيدة أهل السنة والجماعة أن من أتى بكبيرة فإنه لا يخرج من الملة بذلك، وهذا فيه الرد على الطائفتين الضالتين. طائفة منهم يسهل أن نبين كيف الرد عليهم، وهي الرد على الخوارج، لأن الخوارج يقولون أن المعصية تخرج من الملة وأن الكبيرة يكفر بها صاحبها، هم يقولون بذلك. هذا الرد عليه ظاهر بقوله لا يخرج المرء من الإيمان بموبقات الذنب والعصيان، فهو لا يخرج من الإيمان فرد عليهم بذلك، وهذا الرد عليهم وعلى طائفة معهم كما سنبين تفصيلا، لكن أريد منكم ما الوجه في الرد على الطائفة الأخرى المقابلة لهذه الطائفة الضالة، كيف الرد عليهم يا جماعة؟ أنا كده والله أحسن جدا، لا سيما مسائل العقيدة ما يصحش فيها يعني التلكؤ هذا. وين الوجهاء من البيت في الرد على المرجئة في هذا الباب مع أنه كله على الخوارج؟ لا يخرج المرء من الإيمان بموبقات الذنب والعصيان. نعدي بالصلاة الأول أفضل تقديما، نخلص العقيدة ونصلي بعدين السنة. تفضل يا صالح جهاد، ماذا قال؟ قول لا يخرج بإشعار يعني قريب جدا يا جهاد من الإجابة الصحيحة، الحمد لله، بس على الأقل أعطتني روح. ممتاز يا بشرة. شوف، هو يشعر هنا كلامه عندما يقول لا يخرج المرء من الإيمان، معناها أن المعصية تؤثر في الإيمان. عندما يقول
غفر الله لك يا سعيد أنت وصبري ومن أطرابك وأمثالك. المفروض هذه الأمور تكون أنتوا أتقنتوها جدا، لكن سبحان الله هنا في قوله لا يخرج من الإيمان يشعر بأن المعصية أثرت في الإيمان، لذلك هو لا يدافع عنها أثرت ولا ما أثرت، ده هو يدافع عن الخروج. فهمتم؟ أين قلت ذلك يا حاتم؟ أين قلت هذا؟ لا لا لا، كلام مجمل، هذا كلام مجمل. أيوة، مش كلام اللي أنت قلته الرد عليه بذات الإيمان ونقصانه، لا هذا كلام مجمل. أنا أريد من البيت، إذن هو هنا لما قال لا يخرج المرء من الإيمان رد على الخوارج الذين يقولون بأن الذين يقولون بخروج المرء من الإيمان إلى الكفر بالمعصية أو بالكبيرة، وهذا قول الخوارج، يقولون كافر في الدنيا خالد في النار في الآخرة، وأما المعتزلة يقولون هو في الدنيا منزلة بين المنزلتين، لا نقول مؤمن نقول كافر، وأما في الآخرة فهو في النار مخلد فيها أيضا. وهؤلاء لهم شبه يتمسكون بها، الشيطان له شبه، يعني ما من أحد يتبنى شيء إلا وارد شبهة، في قوله ليس منا من غشنا فليس منا، ولقوله ثنتان من أمتي هما بهم كفر، كل أدلتي صرحت بالكفر، من حاله غير الله فقد أشرك، وكل ذلك مردود عليهم فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وبين على أن الحدود كفارات، قال فمن أصاب من هذه القذرات اللي هي السرقة والزنا عدد، فمن أصاب من هذه القاذورات فأقيم عليه الحد فهو كفارة له، فقال بأن الحدود كفراته الآن، الحدود كفرات، دل ذلك أنه لا يكفر بذلك، دل ذلك أنه لا يكفر بذلك. وأيضا في قوله ثنتان بأمتي هما بهم كفر، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هما بهم كفر أن يحى الميت، فقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها تأتي يوم القيامة عليها سربال من قطران، ثم بعد انتهاء عرصات يوم القيامة تنظر هي في النار أم في الجنة، مصيرها سبيلها إلى جنة أم نار، ينظر في الحسنات والسيئات، لو غلبت حسنات فيها في الجنة ولو غلبت سيئات فيها في النار، وهذا أيضا دلالة أنها على الإيمان، لأن الكافر ليس له إلا سبيل واحد هو النار. وكذلك في الكلام على مسألة القسم، لأنه قال سلم من حلف باللات أو العزة فليقل لا إله إلا الله، جعل لها كفارة، والكفر الأكبر لا كفارة له، لابد أن يتوب توبة النصوح، هذا كله في الرد على الخوارج. لذلك هو أراد أن يبين أيضا وسطية أهل السنة والجماعة، قال لا يخرج المرء من الإيمان بموبقات الذنب والعصيان، فهو لا يخرج ويبقى على الإيمان، لكن أهل السنة والجماعة يجعلونه مؤمنا ناقص الإيمان، يسمونه مؤمن ناقص الإيمان، هو مؤمن ناقص الإيمان، هو مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن بتوحيده ناقص الإيمان بكبيراته التي جاهر بها. وفيها الرد على المعتزلة الذين لم يضعوه لا في الإيمان ولا في الكفر، نعم، وفيها الرد على المرجئة اللي هو خفي عليكم وأحزانني أن خفي عليكم، وفيها الرد على المرجئة بأنه أشعر عندما قال لا يخرج المرء من الإيمان أشعر بأن المعصية التي أتى بها أثرت في الإيمان، لكن لم تؤثر بمبالغة التأثير حتى يخرج من الإيمان، فأقر التأثير لكن ما أقر الخروج من الإيمان، أقر التأثير ولم يقر بالخروج من الإيمان، فالتأثير بحد ذاته رد على المرجئة، لأن المرجئة لا يقولون بالتأثير، يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، وهذا منهم جهل مركب. والحق عشان نتكلم بحق، إن قلت بخطورة الخوارج فالمرجئة أخطر منهم،
إن قلت بخطورة الخوارج فالمرجئة أخطر منهم، ففهموا ذلك وتفهموا، ولأنها مسألة عويصة حقا، فالمرجئة مهدمين للدين. قال بموبقات الذنب والعصيان. شوف انظر هنا، جزاك الله خيرا، لتعلم أنه يعني المسألة دائرة على الكبائر، حتى مسألة التفسيق لابد ألا تدور المسألة إلا على الكبائر. وأما إذا كانت الصغيرة أكفر بها الاستهانة، قلنا لأن الاستهانة عمل قلب وهو من الكبائر، الاستهانة عمل قلب وهو من الكبائر. لذلك قال بموبقات الذنب والعصيان، يقصد بذلك الكبائر، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات. وهذا أيضا يستقي الألفاظ يستقيها من الأدلة، وهذه صراحة من العلم بمكان ومن الإمتاع بمكان، أن ترى المصنف يستقي يقتبس من الآيات والأحاديث، يعطي لقوله رصانة ورسوخ وقوة. ثم قال وواجب علي أن يتوب من كل ما جرى عليه حوبا. وواجب عليه أن يتوب، واجب يجب على كل مؤمن التوبة، حتى من لم يأتي بمعصية ظاهرة عليه من التوبة في التفريط في حق الله جل في علاه وعدم الإتيان بالعبادة على وجهها. لذلك قال الرحمن في كتابه القرآن، قال سبحانه جل في علاه وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، جميعا ما استثنى أحدا، صالحا طالحا فاسقا برا طائعا عاصيا. قال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، فأناط الفلاح بكثرة التوبة. لذلك قال وواجب عليه أن يتوب، وواجب فرض لازم يأثم بالتأخير. لذلك لا يعني هنا نرى كثير من الذين يجهلون هذه المسألة، أن تأخير التوبة معصية فوق المعصية التي أتى بها، أن تأخير التوبة معصية فوق المعصية التي أتى بها، لعموم القول الله تعالى وتوبوا جميعا. توبوا هنا أمر، وظاهر أمر الفورية والوجوب، الوجوب ظاهر الأمر الوجوب والفورية، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. والحق بأنه إن لم يتب توبة ظاهرة خاصة فبعمل الصالحات ينزل منزلة التوبة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. فإتباع السيئة بالحسنة توبة، لأنها تنفي هذه المعصية، فكانت كالتوبة التي تمحو أثر المعصية. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أسأت فأحسن، السر بالسر، السر بالسر والعلانية بالعلانية، السر بالسر والعلانية بالعلانية. قال وواجب عليه أن يتوب من كل ما جرى عليه حوبا، من كل ما جرى عليه حوبا يعني إثما، وقد قال العلماء الحوب هو الاسم الكبير، الحوب هو الاسم الكبير، وعليه أن يتوب فورا، لعموم قول الله تعالى وليست التوبة الذين يعملون الصالحات يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، هذا لأن آخر الموعد الغرغرة. لكن قلت بأن التوبة بعد المعصية من فورها واجب لازم، ومن تلكأ وتأخر فركب المعصية على المعصية، وهذه لا يفقه دقيقها كثير من الناس، بأن تأخير التوبة للمعصية تأخيرها معصية أخرى مع المعصية. قال من كل، وهذا نص، من كل ذنب وكل معصية، لأن الحوب يقال على الكبائر، الحوب يقال على الكبائر. والصحيح أن نقول لما قال من كل ما جرى عليه حوبة يقصد بالحوب هنا كل معصية وإثم، كل معصية وإثم. والسياق يثبت ذلك، السياق يثبت ذلك، البيت ظاهر جدا وواجب عليه أن يتوب من كل ما جرى عليه حوبا، يبقى واجب التوبة، والتوبة على الصغير والكبير، التوبة في المعاصي سواء الصغير أو الكبير.
قال: ويقبل المولى بمحض الفضل من غير عبد كافر منفصل. قال: ويقبل المولى بمحض الفضل. ويقبل المولى سبحانه وجل في علاه، كيف لا يقبل التوبة وأن التوبة منه؟ كيف لا يقبل التوبة وأن التوبة منه أصالة؟ إنما إقبال العبد على الرب من إقبال الرب على العبد، ثم يتلقاه من بعيد. عبدي متى أتيتني قبلتك، إن أتيتني نهارا قبلتك، وإن أتيتني ليلا قبلتك، إن تقربت إلي شبرا تقربت إليك ذراعا، وإن تقربت إلي ذراعا تقربت إليك باعا، وإن أتيتني تمشي أتيتك هرولة. أصله في الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. قال: فإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. قال: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله. قال الله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. ولذلك قال الله عن الثلاثة الذين خلفوا، قال ربنا جل في علاه: ثم تاب عليهم ليتوبوا. فتوبة العبد من توبة الرب، فتوبة العبد من توبة الرب. لذلك قال: ويقبل المولى بمحض الفضل من غير عبد كافر منفصل. يعني يقبل الله التوبة من عبده المؤمن مهما علت ذنوبه ومهما استطار شره. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: عبدي قال: ولو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. وفي قوله من غير عبد كافر منفصل، هذا الاستدراك عليه صعب، لأنه يقصد بذلك أن الكافر لو أتى بالمعاصي فتاب منها وهو على كفره لا يقبل الله منه، لكن لا يقال أن الفاسق ينزل تحته، لأن الفاسق لو تاب من ذنب وهو على فسقه تاب الله عليه. يعني لو كان يشرب الخمر ويزني ويسرق ويشرب الدخان فتاب من الدخان، هل فسقه بشرب الخمر والزنا يمنع التوبة من شرب الدخان؟ لا. ولأننا من عقيدة أهل السنة والجماعة نقول بأننا نتصور اجتماع المعصية والطاعة في المؤمن، والنفاق والإخلاص في المؤمن، والشرك والكفر والإيمان في المؤمن، لكن الشرك الذي لا يخرج من الملة. لذلك لا استدراك عليه في البيت. فالحق بأن الكافر لو تاب من أكل الربا أو تاب من الزنا وهو على كفره لن تقبل، كما أنه لو صلى وصام هو كافر لا يقبل، لعموم قول الله جل في علاه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، اشترط وهو مؤمن، فلنحيينه حياة طيبة. إذن في قولي ويقبل المولى بمحض الفضل من غير عبد كافر منفصل، هنا في البيت أمر مهم جلل، بمعنى أن الله يقبل التوبة أو يتوب على الإنسان، لها في السياق إظهار على أن توبة العبد من الرب ثم التفضل عليه بالقبول من سياق البيت. من وين يا شطار؟ من وين؟ بمحض الفضل قامت الغفار، جيد، لكن يعني هناك ما هو يعني أقوى منه. ممتاز يا جهاد، ممتاز، سبحان الله، ممتاز، جزيت الجنة يا جهاد. ليت الصلاة يعني يكون يعني مسألة الصلاة تجهز تكون أجود. أنت هنصلي الآن؟ نعم.
الحق بأن الذي يشعر ذلك من القياس بقوله ويقبل المولى. المولى هو الذي تولى عباده بالتوفيق والتسديد والتأييد. قال الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. فالولي الذي تولى عباده وتولى توبتهم فأوزع في القلب التوبة الأولى ثم قبلها مرة ثانية ثم تاب عليهم ليتوب. قال: من غير عبد كافر منفصلي. قال: ما لم يتوب من كفره فيرتجع عن شركه وصده بضده. قال هنا يرتبط البيت الثاني هو من غير الشطر الثاني من البيت: من غير عبد كافر منفصل ما لم يتوب من كفره. يعني لا يمكن أن يقبل الله منه توبة عن معصية وعن جريرة قد أتى بها واقترفها، لا يقبلها منه ما دام على الكفر. يعني كأنه تاب من الزنا، تاب من أكل الربا، وما زال على كفره يعبد ثلاثة، فلا يمكن أن يقبل الله توبته، لا يقبل توبته حتى يتوب من الشرك، حتى يكون مؤمنا. لذلك قال: فيرتجع عن شركه وصده بضده. قال: فيرتجع عن شركه وصده بضده. يرتجع عن الشرك وصده بضده، يعني ضد الشرك. وضد الشرك هو إيش؟ ضد الشرك هو التوحيد. ضد الشرك هو التوحيد. يعني لا يمكن أن يقبل منه توبة بحال من الأحوال إلا أن يقلع أو يقلع عن الكفر والشرك فيتوب الله عليه وتقبل توبته، فيتوب الله عليه وتقبل توبته. وهذا فارق بينه وبين الفاسق. فالفاسق الذي أتى بأكثر من كبيرة، فإن تاب من كبيرة وبقي على بعض الكبائر فإنه يتوب الله عليه على هذه الكبيرة، ويبقى فاسقا بالكبائر الأخرى التي يقترفها. يعني يشرب الخمر ويسرق وينم، فتاب عن النميمة وتاب عن السرقة، يتوب الله عليه. وإن لم يكن وإن كان مستمرا على شرب الخمر فيفسق بشرب الخمر ويكون قد تاب الله عليه من السرقة ومن النميمة، وهذا تخفيف عليه. وهذا الفرق بينه وبين الكافر المشرك. لذلك قال: ما لم يتوب من كفره فيرتجع عن شركه وصده بضده. بضده عن الإسلام، يعني لابد أن يرجع عن الشرك إلى الإسلام. فإن تاب تاب الله عليه، فإن تاب تاب الله عليه. بهذا نكون قد انتهينا بفضل الله من هذا الباب، وعقد فصلا آخر: ومن يمت ولم يتب. هذا فصل آخر يأتي إن شاء الله شرحه، ولكن في الدروس القادمة بإذن الله. طيب، لو في أسئلة تفضلوا. وسنصلي المغرب، لأن سفر سنصلي المغرب والعشاء، سأصلي وبعد الصلاة إن شاء الله نأخذ السنن. لكن لو في أسئلة تفضلوا، منتظر أسئلتكم. أستاذة بشرى تقول: هل يستلزم الاستغفار من الذنب استحضاره؟ إن كان سيتوب توبة عامة لا يستلزم، لا يستلزم. إذا كان سيتوب توبة خاصة لابد من استحضاره. إذا كان سيتوب توبة عامة من كل الذنوب لا يستلزم استحضاره. لكن إذا كان سيتوب من توبة خاصة من ذنب خاص فلابد من استحضاره. وطبعا الأوفر حظا للإنسان أن يتوب من جميع الذنوب. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعمل بشركة حكومية متعاقدة لا معينة، هذه الشركة تطور الري، فاتفق مع أحد هذه الشركة إيش؟ تطور الري، نظام الري مولانا. فاتفق مع أحد الناس على أن يطور له الري الخاص به وأصيب بفقد عينه، هل يرفع قضية وتقاضى تعويضا من الحكومة والشركة موافقة؟ يعني أنا تقصد أن الإصابة بالعين، إصابة العين هذه كانت في تطوير الري أو الري، نعم، دون في عمل ليس مرتبطا بالشركة، تقصد ذلك؟ لو كان في عمل غير مرتبط بالشركة لا يجوز له ذلك، إلا إذا كان فقيرا معدما لا يرد من ينفق عليه أو يعوله، فله أن يفعل ذلك لتعوضه الحكومة في هذا الباب، لأن ده له حق في هذا الباب، له حق في هذا الباب.